ومن يفعل ذلك يقتل نفسه سواء في المسجد الحرام أو في غيره، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. جاءت النصوص بالتشديد في ذلك، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وبقاء الإنسان ليعبد الله جل وعلا خير له. من يقتل نفسه هذا لا يجوز، كبيرا من كبار الذنوب. من يقتل نفسه ويظن أنه بذلك شهيدا، هذا ارتكب كبيرا. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فالله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا وطلب منا أن نحافظ على أنفسنا، ولا يجوز أبدا أن نريد من هالك، من ليس في إنقاذها سواء من النار أو من وسائل الهلاك. والله تعالى نهانا عن أن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة، فقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ونهانا عن قتل أنفسنا في كل مكان، بل رتب على ذلك العذاب العظيم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة، وكما جاءت به الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن من انتحر قتل نفسه بأي طريقة كان فإنه إلى جهنم يعذب بنفس الطريقة التي قتل نفسه بها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: من تردى من جبل، أي أسقط نفسه من علو، سواء من جبل، من عمارة، من أي جهة عالية، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، مخلدا فيها أبدا.